طيب معناتها اسمع منيح اللي بدي اقوله، ما بدي اي غلطه. الله وكيلك يا معلم، ما فتحت الشنطه ولك بدي اقتلكم. بشر لا اسمعوا، لا اتركوا لابني، يلا انقلع. انا اللي رح تسمعه هلأ رح يكون مرهم لجروحك، بس رح يكون سكين لناس كتير. خالدة! فكرك ليش قبلت ببوراق ووافقت اتزوجه؟ كيف؟ علي رضا، الجمعة 7 المساء على الـ LBCI.